طب ما بعتيش حد ياخد الحاجات ليه؟ بصراحة تلككت يا فندم. أنا عارف إن اللي حصلني امبارح ده كله من تخطيط. هتتكلم باحترام؟ أهلا بيك، لسانك يطول هقطعهولك. بايا! زي ما بيلعبنا لازم نلعب. غدا عمل ب 500,000 جنيه؟ فلوسي ولا فلوسه؟ وبعدين هي دي أول حاجة ما بيننا، ده أنا بتاعك يا ريس. أهم حاجة إن العمل يكون للخير. آخر طيشك ده إيه؟ مش كفاية أبوك اللي مات بسببك؟ ولا تكونيش صدقت القصة اللي بنضحك بيها على الناس ونقول العربية اللي اتقلبت؟ تفتكر ملك اللي روحها في بنتها ممكن في يوم من الأيام تتجوز أو ترتبط بحد تاني؟ 150 مليون؟ 150 مليون! وأنا ليا فيهم 5 مليون! اللي يقدر على حاجة يعملها. ما تسرق يعني؟ لا ده أنت بتتظبط. يا عمدة ضن أكيد مش هلاقي مفاجآت الصبح. عظم، شكرا يا عمدة. ادخل. فك يا ابن الكلبشات واخرج انت. حاضر يا كامل. تعال يا رشا. اتفضل. التقرير وصل. الراجل مات لوحده. طلع مفيش حد زقه ولا في شبهه جنائيه اصلا. ما هو ده اللي حصل فعلا. وانت عرفت منين؟ انت مش بتقول انك ما كنتش موجوده؟ ايوه ما كنتش موجوده. بس بيتهيألي يعني ان اكيد هو ده اللي حصل. بيتهيألي يعني انت مصره انك ما كنتيش موجوده وان لا شعرك ولا بصماتك كان ليهم في المكان. يعني كان في واحده تانية غيرك معاه؟ والله بقى دي حاجه تخصه. انا مالي بيه اصلا؟ ممكن سيجاره؟ لا مش غريبه ان يكون في واحده تانية معاه ونلاقي دبلتك في اوضه نوم. تفتكري كان بيفرجها عليها؟ طب بلاش كده. هو ليه بعت رسالة لصاحبه وليد بيقول انك كنت معاه؟ قلت لحضرتك انا ما رحتش. والمحامي بتاعي لما قرا المحضر قال لي ان مفيش اي تأكيد ان انا. اظن كان كاتب له ملفاية. يعني مش بالضرورة خالص اكون انا. لا طبعا مش بالضرورة. بدليل ان التقرير قال ان لا ده شعرك ولا دي بصماتك. شفت حضرتك؟ صدقتني بقى؟ عمال احلف لك واقول لك انا بنت ناس ومتربية وعمري ما اخون جوزي ابدا ولا اروح بيت راجل غريب
وانت رافض تسمعني خالص. دلوقتي بس صدقتني؟ مين قال ان انا صدقتك؟ انا مضطر اصدق الورق اللي قدامي، لكن انت لا. اكيد القاضي هيخلي سبيلك النهارده في التجديد. يعني انا كذاب؟ لا 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 يا اميره لا. نو نو نو، بصي انا ما اقصدش كده. هي بس ما قالتليش. ازاي ما قالتلكش انا عملت ايه معاها؟ غريبه. بصي انت اميره شكلك كده مش فاهمه شويه حاجات. انا لا، انت اللي شكلك مش فاهم. انا دخلتها دخله على نديم ما تحلمش بيها. ظبطت لها ميعاد مع الماركتنج دايركتور وقعدتها، وكنت مظبطاها على الاخر. عملت كل حاجه تتعمل عشان العقد ده يتمدي. انا عارف كل ده، وانا بصراحه انا استغربت لما لقيتها داخله والعقد في ايديها. بذمتك في كده في الدنيا؟ عقد زي ده بالميت ياخد له شهرين على بال ما يتمدي. انا خليتها مضيته في ساعتين زمن. بصي يا اميره اسمعيني، هي ما لحقتش تحكي لي. هي يا دوبك داخله بالعقد في ايديها، قام دخل عليها واحد ملزق عقر عليها دمها، راحت لما بعديها ومشيت، ومن ساعتها ما بتردش على التليفون. بس كان المفروض تقول لك ده، هي محدده الميعاد معايا. اميره انا اسف، مالك مش نصابه؟ المليون جنيه وفيلت هاسيان ده هيكونوا عندك زي ما اتفقنا. مليون مين يا حبيبي؟ المليون ده ايام ما كان العقد سنه، انما دي كامبين بثلاث سنين. يعني انت عايزه 3 مليون جنيه بلس اللي دفعته، والا هيبقى لنا كلام تاني. اسفه مش موافقه. يعني ايه؟ يعني توطي صوتك وانت بتتكلم. هي دي مش بنتي؟ بنتك؟ ما قلتش حاجه. وعلى فكره انا ما عنديش مانع ان تسافر معاك لوحدك. واخد بالك من لوحدك دي؟ ايوه، ما هي هتسافر معايا لوحدي. انا هاخدها عشان تغير جو واقعد معاها اطول فتره ممكنه. مش انت اللي قلتي لي انها محتاجه لي؟ وانا ما قلتش كده بالظبط، بس اوكي ما عنديش مانع. بس تقدر تقول لي هتعمل ايه في ميعاد المستشفى؟ انت ناسي ان عندها جلسه الاسبوع اللي جاي؟ اوكي هكلم الدكتور ونخلي ميعاد الجلسه في يوم تاني. يوم تاني ايه؟ هي جلسه محكمه؟ دي جلسه كيماوي يا دكتور. ماشي، أنا هغير حجوزات السفر وأخليها كلها بعد الجلسة بيوم، مع إن ده هيعمل لي مشكلة وامتحانات الترم قربت وهم محتاجيني. أنا مش عارف إذا كان بلغك إن أنا بقيت رئيس القسم في الكلية من الشهر اللي فات ولا لأ. لا حقيقي ما بلغنيش. مبروك. من قلبك؟ قلبي إيه وعقلي إيه؟ إيه كلام الأغاني ده؟ ما أروح أشوف رنا جهزت ولا لأ. آه على فكرة، يا ريت ما تأخرهاش بالليل عشان أعرف أذاكر لها شوية. ويا ريت كمان ما تاخدهاش عندكوا البيت، مراتك ما بتحبهاش، وانا ما بحبش بنتي تبات عند ناس مش بيحبوها. قالتها لي كده وش لما كلمتني من موبايلك. هي تقول اللي على مزاجها وانا اعمل اللي على مزاجي، والقرار في النهايه ليا انا، لان انا صاحب البيت. انا ما حدش يمشي كلمته عليا. واضح. اما اروح عند اهل رنا. مين جهز القمر ده؟ تعالى يا حبيبي، وهي تكون نسيت الموبايل. لا هو معايا. طب خليه دايما في ايدك كده عشان ابقى اطمن عليكي كل شويه. اوكي. هتوحشيني. انتي كمان. عايزاكي تاخدي بالك من نفسك كويس، اوكي؟ بلاش شقاوه، بلاش الالعاب الخطيره اياها، انا ما بحبهاش. تخافيش. لو عرفت انك ركبتيها هزعل. اتفقنا؟ أهلاً أهلاً. أوبا، ما رحناش المدرسة بقى ولا إيه؟ لا ما رحتش. ليه؟ عشان إيه؟ بابي ممكن أسألك سؤال؟ ممكن طبعا. هو إيه اللي ممكن؟ لو حياة أمها ما تشتغل لناش في الأزرق من أولها. 3 مليون إيه وهبل إيه؟ اللي اتفقنا عليه هو اللي هيمشي.
مليم زياده مفيش. ايوه مالك، بس انت ما قلتليش ان هي جايه وما فهمتنيش عملتي معاها ايه. انا باو كده فجاه لقيتها في وشي. صراحه نسيتها خالص. عندك حق، عندك حق. اصل الاخ الملزق ده اللي جه اكيد عكنن عليكي ونساكي كل حاجه. عندك حق يا مالك. صراحه معك حق. جو، واحد جينجر تي بتاع مس مالك. ها مين ده؟ عارف يوم الاربعاء؟ هو بقى عامل كده رخم زي يوم الاربعاء. طب ايه رايك بقى لو قلت لك ان انا ممكن امسح يوم الاربعاء ده من النتيجه بتاعتك؟ ايه الصياعه دي يا عم الفروت؟ واي سوير تو جاد، اي سوير تو جاد. لو عايزه كمان يوم الخميس امسحه هو الاخر. خلينا في المهم، عملت ايه مع اميره؟ طيب انا مش عارف اقول لها ولا كلمه. بقيت باصص في عينيها ومش لاقي حاجه اقولها. نديمه حبيبي، انت اتحطيت في مواقف اصعب من دي بكتير وكنت بتعرف تتصرف. الا ده مفيد. لو كانت طلعت مش بنتي يمكن كان بقى اسهل. والله كنت هلاقي 100 طريقه. بعدين شي سو سمارت وفاهمه كل حاجه. عارف انت ناسي انها كلمتني وقت ليها مش عارفه توصل لك، وان الشغاله هي لقيت لها نوم قبض على والدتها. مش ناسي طبعا. طب احنا المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ انا جاي لك يا مفيد عشان كده نفكر سوا ونلاقي حل. شوف يا نديم، انا مش هقدر اقول لك اتصرف ازاي مع لوجي قبل ما اعرف انت ناوي على ايه مع رشا. هقول لك. يا نديم حرام عليك. انت بتضربني ليه؟ ده الرد الوحيد اللي عندي. انت اكيد اتجننت. اقسم بالله العظيم لو ما كنت خايف على بنتي لكنت قتلت. ليه ده كله؟ ليه ده كله يا حقيره يا مي؟ اوعى تكوني فاكره نفسك طلعت من القضية وساعدتك عشان نرجع لبعض، وتكوني صدقت إنك بريئة. أنا بريئة فعلاً. بريئة. بريئة وكنت سهرانة معايا وبالأمارة حسيت بالفيزا بتاعتك. ما جبتكيش عريانة من فوق السراير. أوعى تكوني فاكرة إن حسابنا خلص. حسابي حرام عليك. أنت تعرفي الحرام؟ ها؟ تعرفي الحرام أنت؟ لا أنت اللي ملاك بتنحل. أنا بالنسبة لك سبع مراكب بام. عايز مني إيه؟ كتير. ومش هتقدري على اللي انا عايزه. طلقني خلاص. انا موافقه انك تطلقني وتسيبني في حالي. ما انا مطلقك يا حيوانه من ساعتها. هو انا هسيب على ذمتي كلبه تدي نفسها لاي كلب تقابله في الشارع؟ ها؟ ما تفتكر ان حسابنا كان خلص؟ لا، انا بس كنت مأجل الحساب لحد ما التحقيق يخلص والقضيه تتحفز. حساب ايه تاني بقى؟ امضي. امضي على ايه؟ امضي على اللي قدامك. طب افهم بس. مش من حقك. مش من حقي ازاي؟ انت عايز تبيعني الايجنسي صح؟ فلوسي وما دفعتش فيها جنيه. امضي يا نديم. ما تستهبلش. ما ايه؟ ما ايه؟ ما ايه؟ امضي 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 اهو. اسمك بالكامل. بالكامل. ممكن اعرف وديت لوجي فين؟ لوجي. لوجي بقى لا هتشوفيها ولا هتشوفك، عشان عارفه انك متي في السجن وعملنا لك قبر شيك وحلو كده، هنبقى نروح انا وهي نزورك دايما. حرام عليك، كان ممكن نتفاهم بطريقه احسن شويه. ما عادش عندي غير كده اتفاهم بيها. شفت عملت ايه؟
حياة ماما صعبت علي. نادي شغلت جيب لي قط. شغلت؟ هو أنا ما قلتلكيش؟ ده أنا مفضي البيت مخصوص. بحتفل بيكي لوحدي كده اهو. امضي. دي على ايه تاني؟ لو عايزه تطلع من هنا عايشه امضي. نهار اسود اشيك على بياض. خرستي وما جبتيش سيرتي بحرف؟ تبقى عشتلي كومين زياده. فتحتي بقك تبقى خلصتي. ما اشوفش حركه وما اسمعش صوت. لو سمعت صوتك هتتفاجئي. ايوه سيد. مؤاخذه يا باشا، الظرف ده جالك دلوقتي حالا، واللي جابه قال انه مطرف مع الوزير. روح انت يا سيد. ايه رأيك بقى لو الصور دي راحت النيابة؟ مش بذمتك، ممكن تهدلك كل اللي انت عملته وهتفتح التحقيق من جديد. عايز تقول حاجة تانية قبل ما اقفل المحضر؟ لا يا فندم، بس أنا عايز أتأكد يعني حضرتك كتبت المعلومات بالظبط اللي بقولك عليها. أنا كنت مروح بالليل بيتنا عادي، فتحت باب البيت لقيت مريم دي قاعدة لي جوه. طبعًا أنا بيني وبينها مشاكل، قلت بصراحة جاية تصالحني، يعني أنا جوزها وممكن تبقى جاية للبيت. راحت قايمة ضرباني يا فندم. يعني أنت كده بتتهم مراتك مريم لطفي الجرح بالاعتداء عليك داخل شقتك؟ بالظبط كده. معلش يا فندم، أنا بتهمها بإشراف قتل موكلي، إنها عندها نية مبيتة. بعدين كان قبل كده هي راحت الشقه دي ماسكه الزوجيه مع انها بقى لها فتره ما راحتهاش. ايوه اشروع في قتل. ايوه هو اشروع في قتل، لان هي يا فندم كمان يوميها الصبح انا بعت لها الانذار بالطاعه. وده يا فندم صوره من انذار الطاعه، وضع ساعتك، وده تقرير الطبي اللي موضح فيه الاصابات. قلت له ان معاكوا شهود، هما فين؟ بره. شو بره؟ انا تعبت، اصابه جامده قوي. يرضيك ان عمك يتشال ولا تجيله جلطه بسبب اختك؟ تطرده يا بنتي، تطرده. انت ما تعرفيش نفسيه عمك شكلها ايه دلوقتي. ده تعبان، تعبان قوي. بس هنقول ايه؟ انا لما شفت كده قلت ما ينفعش، قلت لما اجي واتكلم معاك ولو في سوء تفاهم يتصلح. ده الدم عمره ما يبقى ميه. هو احنا لينا حد غيركم ولا انتوا ليكوا حد غيرنا؟ ده حتى طارق ابني، طارق ابني ملوش سيره ولا كلمه على لسانه غير مريم. مريم 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 في الدخله والطلعه. يا حبيبتي اقول لك على سر؟ بس ده بيني وبينك، اختك ما تعرفش عنه حاجه. عارفه اللي خلى عمك يعمل ده كله مين؟ طارق. عارفه ليه؟ عشان خايف عليكي. لا لا لا، مش من ملك، لا مش شيطان.
أصل صاروة زي اللي سابها أبوك الله يرحمه لما تبقى في إيد أختك يبقى الشياطين هيلعبوا في دماغها تجاهك. آه إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنا هشرب لوحدي ولا إيه؟ ما تجيبي لها حاجة يا حبيبتي تبل ريقها. إيه ما تعرفش تتكلم عربي ولا إيه؟ بقول لك إيه، استني استني. إعملي لي تي، تي وسكر، شوجر يعني قليل، ها؟ شوجر قليل لحسن عندي صداع، صداع قوي. تي، تي. يلا اتفضلي، والعصير ده سيبيه لمريم، هي اللي تشربه. تعدميني ما حد هيشربه غيرك. اصل انا حقيقه عندي صداع، صداع من الصبح. قلت اما اشرب كوبايه الشاي يمكن الصداع ده يروح شويه. عندك ايش برشاد للصداع؟ عندك؟ يبقى كتر خيرك يا حبيبتي، كتر الف خيرك. يا رب يا كريم ابعد كل لئيم وبحولك وبقوتك نفذ مشيئتك. فنجان الملاعين، الساعة الساعة والطاعة الطاعة. يا سلام، متشكرة يا حبيبتي، متشكرة خالص. ربنا يرجع لك صوتك يا رب. لا أنا هشربها مع الشاي. بقولك إيه، هما الدكاترة ما قالوش حاجة جديدة؟ طب اسمعي بقولك إيه، الواد طارق ابني قروبة في النت والكمبيوتر، واسمع منه إنه بيراسل دكاترة من بره يعني، وبيراسلوه وبيردوا عليه. فايه رايك لو جبت الروشتات بتاعتك وبعتها وخد رايهم؟ ولا اقولك هخليه هو يجي ويكلمهم من هنا. خدي يا حبيبتي، خدي اشربي، اشربي يا حبيبتي اشربي. اشربيه كله. لا مع الشاي، هشربه مع الشاي. مطرح ما يسري يمري. بيطلع بطيء ويوم مرة واحدة نازل.
لي كلام. وقف 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 البنت هتموت. وقف مالك رانا؟ مالك حبيبتي؟ وقف 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 يا زحمة. هو ديني جيت لك اهو لحد عندك عشان نتفاهم. هنا؟ انت مش قلت انه لسه ما وصلش؟ ايوه بس على وصول عنده ميتي. قبل ما يوصل نكون خلصنا كلامنا. كلام انا قلته لرامي ما عجبنيش. تصدقي اخر حاجه كنت اتوقعها ردك ده، خصوصا بعد كل اللي عملته عشانك. حصل خير، انت ما عملتيش حاجه ببلاش، كله بتمن. طب بصي بقى، عشان معاملة الموظف اللي فتح الدرج دي مش عجباني. أنا عادتي في المكتب ده كانت تجيب لي ملايين الملايين، بس تمنها كان إني أضر الراجل ده، ودي حاجة عمري ما هعملها. وبعدين أنتوا اللي عرضتوا عليا. تصدقي أشعرت؟ قابلة ولا مش قابلة؟ راجع نفسك. صباح الخير يا أميرة. صباح النور. أهلاً، أنت عندنا؟ وكنت ماشي بس حاسة إني شفتك. لازم جاي عشان النظارة. نظارة؟ أنا جاية مع التيم بتاعي وعاملين ووركشوب تحت مع الناس عشان نحدد البلانز اللي هنمشي عليها قبل ما نبتدي الشغل. طيب هايل. نظارة إيه اللي أنت بتقول عليها؟ مش هي دي نظارتك؟ يا خبر، تصدق اني ما خدتش بالي خالص ان انا ناسيها هنا. شوف ازاي، وانا اللي افتكرت انك بتتلككي زي المره اللي فاتت. لا، انا بتلكك مره واحده بس، من الواضح المره دي ان انت اللي بتتلكك. محتفظ بالنظاره ومش راضي تبعتها لي، مستني ان انا بنفسي اجي اخدها. احنا قاعدين بنتلكك بقى احنا الاتنين من غير ما ناخد بالنا. بص يا سيدي، من غير تلكيك، انت تفضلي نفسك بكره. افضي نفسي لو هتعزميني على الغدا. لا، انت اللي عزم، وفي المزرعه. وقررت من نفسك كده؟ عمرو الكرييتيف دايركتور هيبقى معانا بكره، في حبه حاجات لازم ضروري يشوفها في المزرعه قبل ما يبتدي يفكر. طب ثانيه واحده عشان ده تليفون مهم. ايوه، شوف اسمه وليد منصور، هتلاقيه قاعد في نفس المكان اللي قلت لك عليه. اوكي. يا ستي، النصابين في شغلتنا بقوا كتير قوي، والاسم مندوبين مبيعات وشركات توزيع. صراحة عندي كلاينتس كتير في الشركة بيشتكوا من نفس الموضوع ده. مش هتغير رأيك؟ افتكرش. ايوه، الميتنج جاهز يا مستر نديم. طيب انا هسيبك للميتنج بتاعك، نتكلم بالليل عشان نتفق على موضوع بكره. انت هتحضري الميتنج معايا ليه؟ انا عايز كده. اميره، كرسي جنب الملك. اوكي تمام، تعالي. علشان نقدر نعمل لها شوية تحاليل وفحوصات، نعرف منها ايه سبب الكوما اللي جات لها دي. يعني مفيش اي حل تاني غير انها تبات هنا النهاردة؟ طبعا، حضرتك شايف حالتها قدامك عاملة ازاي. اوكي، امال فين مدام ملك؟ ها؟ هكلمها. عندنا أكتر من قطعة أرض نقدر ننفذ عليها المشروع ده. المشروع عبارة عن مدينة متكاملة بس بشكل مصغر، مقسمة لمجموعة من المناطق زي ما حضراتكم شايفين معانا. في أكتر من منطقة،
غير المناطق السكنية في مناطق ترفيهية، في مناطق ملاهي، سينما. بس الحقيقة إنه الحاجة الأهم هو وجود مراكز تأهيل. المراكز دي بيدخلوها الأطفال لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بشكل حقيقي. كويس يا أميرة، كويس. هو ده اللي أنا بتكلم عليه، إن إحنا كرجال أعمال عندنا دور نساعد بيه البلد، مش مجرد إن إحنا نكسب فلوسنا وبعدين نحطها في البنك وندفع الضرائب وخلاص، وكل سنة يجي بقى نحط نقول شنط رمضان وموائد رحمن. لا، يعني مش ده دورنا. أطفال الشوارع دول مسؤولية كبيرة، دي حاجات إحنا بنعملها واجب علينا نعملها. أميرة، مهم قوي يبقى مدارس فنية علشان نعلم أطفال الشوارع دول حرفة يفيدوا نفسهم ويفيدوا البلد. موضوع مهم قوي، احنا مش هنسيب لحمنا في الشارع يعني. الحاجة التانية، عايز ملعب كتير وعايز مكتبة، عايز مستشفى كبيرة جدا. أول ما ناخد الأرض دي النو تايم، أنا بالاتفاق مع الدولة هخلص المرافق، يعني ما تقلقوش خالص. بنتي لازم أرد. بليز. أنا متصور إن إحنا لازم نعمل كده يعني. أيوة يا رنون. فتح 3000 مدرسة. إيه في إيه؟ مالك بتزعق ليه؟ يعني لازم أكلمك من موبايلها عشان تردي؟ ما تردي من الأول. شطارتكوا بقى تسيطروا على السوشيال ميديا. يعني إيه؟ إيه اللي حصل؟ فيديوهات مدينة تأهيل أطفال الشوارع. عملت في البنت إيه يا حازم؟ عايز الناس تحس بالأمل. عملت لها إيه؟ أنا جاية. رئيس الوزراء في خلال يومين، إزاي مش مشكلة؟ مشكلتكم أنتوا. اتفقنا؟ اسمعنا، مش خير بنتي في المستشفى، ما اعرفش مالها. انا راجع. Thank you.